هلا والله، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين، ومرحبا بكم في سلسلة تجارب رقم 4 أو 5، ما أدري نسيت. المهم اليوم عندنا منتج كوري خاص بالرجول. إذا تحسوا بإهانة، إذا أنتوا حتشوفوا رجلي يعني دحين، أو تحسوا إنه مو لايق، بليز قفل الفيديو. المهم أوكي، منتجنا اليوم هو كوري، اسمه بيبي سيلكي فوت. طبعا هذا شكل المنتج من قدام، وهذا شكله من ورا. المنتج ده سعره مرة رخيص، وانا ادور في المنتجات الكورية قلت ليه ما اطلبه. في حيكون شراريب هنا حيكون في شراريب معاه، وحيكون في شيء زي الجيلي كده تحطه جوة الشراب تخلوه ساعة ونص بالضبط. وهذا المنتج تستخدمه واحدة مرة انه زي الشراب وخلاص، ترموه يعني شراب بلاستيك، ده حنا أوريكم. والمنتج المفروض يخلي رجولكم ناعمة أو زي رجول البيبيز يعني، فحبيت أجرب معكم ده المنتج قدام الكام ونشوف إذا كويس أو لا. طبعا التجربة في رجلي، فأجين إذا تحسوا مو لايك تقدروا تخرجوا من الفيديو. يلا نبدأ. أوكي، هذا اللي طلع مع الكرتون. هذا الشيء اللي زي الكريم كده، مرة أحسه ما أدري. فالمهم في منه حبتين يعني، هذا الرجل وهذا الرجل، وهذا الشيء الثاني اللي هو الشراريب. حسيتها زي قلبزات الصبغة، ما شاء الله. وش ده؟ شايفين قديش كبرى؟ مرة كبيرة. طب ليه شكلها غير عن اللي هنا؟ شوفوا شكلها في الصورة غير، كأنه شراب عادي، أما هنا شراب مستشفى ذاك اللي مشوبه ولا إيه؟ اوكي فهمت. شوفوا من جوا كيف انه بلاستيك من برا، ومن جوا زي القطن كده. زي ما هم كاتبين نحط المنتج جوة الشراب طوالي، يعني اول شيء الرجل، ثاني شيء المنتج الجيلي داك. يلا. هذا هو شكل رجولي. طبعا زي ما انتم شايفين فيه تشققات، وفي له خلايا ميتة، ومن هنا كده شوية يابس. أنا ما نفهم إيش قصة الربطة، يعني نربط بعد ما نخلص وكده، إيش ده حنا صار؟ أوه، في مكتوب رايت وليفت، مرة بنمشي على التعليمات. المنتج ريحته مرة قوية. أوه ماي جاد، كأنه موية، ما أدري زي بان، بس شوفوا كأنه يا أوكي. حنبدأ ونحط المنتج بعد ما حطيته على يدي بالغلط جوة الشراب. أوه ماي جاد، حنا بعدين ايش نسوي؟ نحرك او شيء؟ اوكي بعدين حربطه، يمكن عشان اقدر امشي واقفل الكام، لانه حنقعد تقريبا ساعة ونص. فيب اشوفكم بعد ساعة ونص. حسيت كأني في فيلم ياباني. ايش ده؟ طلعوا كيف من تحت؟ 20 minutes later. اوكي ابديت تقريبا بعد ربع ساعة من اول قاعدة اتجول بيه في البيت. حسيت كده بإحساس غريب، يعني إنه أول مرة زي كده ألفلف شيء في رجولي وأمشي، حتى الحنة ما سويت أبا زي كده، ما أدري كده حسيت بدأ يحرقني من أطراف أصابعي. One eternity later. أوكي كده رجعنا بعد ساعة ونص، وجاني طفش مرة. جبت موس وحقطع أمه. شفت لما تتروش وتقعدوا كده ساعة ساعتين في الشاور، حسيت زي كده رجولي صارت. ده الشراب اللي جوا، جابه مناديل. مرة ريحته مرة قوية، أحس كده كحول. أوكي بمسح رجولي أول لأنه مرة قارفني. أوكي عشان أنا ما قريت عن المنتج، لأنه كل شيء بالكوري كان، فقريت في موقع إنه تحطوا المنتج ده وبعد 5 أو 7 أيام تبدأ رجولكم إنها تتقشر. فجأة كده يعني طلعت في رجولي بعد تقريبا 5 أيام يمكن، لقيت إنه حالة فوضى، يعني قلت إيش هذا؟ يعني كده فيها زي القشور، أو فيها زي الجلد اللي بتقشر. طبعا القشور تقشرت على مدى يومين، اليوم الأول إنه قشرت الجزء ده. طبعا القشور هذه زي ما تشوفوا إنها جلد ميت أو خلايا ميتة، إنه نفس الكريم قشر الطبقة الخارجية، الطبقة الميتة أو الجلد الميت، يعني مرة ما يألم لما تشيلوه كده، مرة ما يألم. فحسيت بفرق يب، حسيت انه رجولي فتحت. يعني قبل اسبوعين تقريبا كنت في اجازة، وكانت دايما رجولي تتعرض لرمل، شمس، موية مالحة. فيعني بالكريم ده مرة حسيت فرق، مو كريم هو موية،
ما هي اللي تحب انها تقشر او شيء فيها كده زي يعني ما ادري تمر راح يعجبها انه كده تسحبوه ويخرج بسرعه. طبعا ما قدرت اصور لكم بعد ما تقشر كل مرجولي لانه نزلته طوالي. او صح، اذا تحبوا اجرب المنتجات الغاليه اكتبوا لي تحت، وغير كده لازم تكتبوا لي ارائكم، حسيتوا نفع او الرجل تسبح في شراب بلاستيك وكده. وخلاص اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. See you.